السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، طبقا لاخر تعديل حصل على المنهج من كتاب المعاصر. احنا شرحينه من الكتاب العادي وبنشرحه من كتاب المعاصر، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بنكمل مع بعض شرح يونت 2 Body Matters أو مهام الجسم، ورايحين لليسون 4 أو الدرس الرابع. اقرا مع بعض. هنعرف طبعا في الدرس ده بعض الكلمات وبعض مهارات الحياة المختلفة. نقرأ بعض الكلمات دلوقتي ونعرفها مع بعض. glass كوب skip breakfast يفوت وجبة الإفطار play outside يلعب بالخارج meal وجبة صودا مياه غازية watch TV مشاهدة التلفاز pieces قطع lunch وجبة الغداء dinner وجبة العشاء play video games يلعب ألعاب فيديو. تمام، تعالوا نشوف بعض، تعالوا نشوف الصفحة اللي بعد كده. خليكم معايا. وهنا بنشوف تصريفات الأفعال irregular verbs والirregular verbs أو الأفعال المنتظمة والأفعال غير المنتظمة. فعندنا هنا try يحاول، tried حاول، prefer يفضل، preferred فضل، need يحتاج، needed احتاج، skip يفوت، skipped فوت، play يلعب، played لعب، eat يأكل، ate أكل. drink يشرب، drunk شرب، sleep ينام، slept نام. وعندنا طبعا هنا الـ important expressions and prepositions أو حروف جر وتعبيرات هامة. keep trying يعني استمر في المحاولة، well done يعني أحسنت. طبعا الصفحة دي والصفحة اللي فاتت حفظ، هنا عندنا how healthy are you أي مدى أنت صحي، look and read انظر وإقرأ. I usually drink fruit juice أنا عادة أشرب عصير الفاكهة. I sometimes eat fruit and vegetables أحيانا أتناول الفاكهة والخضروات. I drink 6 or 7 glasses of water every day. أشرب 6 أو 7 أكواب من الماء كل يوم. I always eat breakfast. It is my favorite meal. دائما أتناول وجبة الإفطار، إنها وجبتي المفضلة. طبعا هنا عندنا تسأل وتجيب أسئلة عن كيفية الصحة. طبعا هنا عندنا to ask and answer questions about how healthy you are. إزاي نسأل أسئلة وإجابة ونجاوب على صحتك عاملة إيه. Do you ever هل سبق لك وأن do you ever. فمثلا لما أجي أقول لك حد يعني أنت هل عملت كده قبل كده، فمثلا أقول لك do you ever skip breakfast هل سبق لك وأن تخطيت وجبة الإفطار. No I love breakfast I am always hungry in the morning. لا أحب وجبة الإفطار دائما ما أكون جائعاً في الصباح. How much يعني كم مقدار، قد إيه يعني. How much sleep do you get every night كم من الوقت تنامين كل ليلة. I sleep for 7 hours عادة ما أنام لمدة 7 ساعات. وين How often كم عدد المرات. How often كم عدد المرات.
How often do you drink water? كم عدد المرات التي تشربين فيها الماء؟ I drink about 6 glasses a day. أشرب حوالي 6 أكواب في الصباح. هنا بعد كده في activity على الجزء ده homework علينا. نروح لليسون 5 مع بعض. عندنا ليسون 5 في بعض الكلمات الهامة، طبعا ده حفظ. نقرا مع بعض الكلمات. tired مرهق متعب. stay up late يبقى مستيقظا حتى وقت متأخر. يسهر يعني. argument اللي هي ايه؟ جدل، مناقشة، اتنين بيناقشوا بعض بصوت عالي، بيتخانقوا بصوت عالي. argument جدل او مناقشة. calm هادئ. cross angry غاضب. forget ينسى. worry يقلق او قلق. candy او sweet حلوة. طبعا عندنا هنا الاكسترا فوكابولري او كلمات زيادة لازم نعرفها. problem يعني مشكلة. candy يعني حلوة. difficult يعني صعب. cycling يعني ركوب الدراجة. طبعا تصريف الافعال like يحب، liked حب. help يساعد، helped ساعد. stay يبقى، stayed بقى. play يلعب، played لعبة. be يكون، was أو where كان. forget ينسى، forgot نسى. feel يشعر، felt شعرة. tell يخبر، told أخبر. وعندنا طبعا في بعض الكلمات لازم ليها definitions أو تعريفات خاصة بيها، فنعرف مع بعض الكلمات الجميلة دي والdefinitions بتاعتها مع بعض. be calm يكون هادئا، يعني الديفينيشن بتاعها relaxed not angry يعني استرخي، ما تكونش غاضب. be in a good mood feeling happy and having fun يشعر بالسعادة، يعني be in a good mood يعني خليك في مزاج جيد. feeling happy يشعر بالسعادة and having fun واستمتع. Have an argument يعني يكون عنده، يحصل له مشادة أو مناقشة كلامية بصوت عالي مع حد. be cross with someone تكون غاضب مع شخص ما because you don't agree لأنك مش موافق على الكلام اللي هو بيقوله. يبقى إيه؟ be cross with someone because you don't agree. stay up late ان انت تسهر، ان انت تفضل مستيقظ بالليل. not going to bed at the right time ما تروحش تنام في الوقت المناسب. stay positive يعني تفضل ايجابي، تظل ايجابي. طبعا try not to worry ما تكونش قلقان، تحاول ان انت ما تكونش قلقان. when facing a problem لما تواجه مشكلة ده اسمها staying positive او ان انت تفضل ايه. هنا بيقول لنا making healthy choices او ان انت تقوم باختيارات صحية. look and read اقرأ، انظر واقرأ. فهنا اول حاجة when I find things difficult at school or I have arguments with my friends I try to stay positive. I like taking a walk outside because it helps me feel happy and calm. شاطر، صح كده. طب الحاجات اللي الغلط اللي احنا مش لازم نعملها. I like fruit but I eat a lot of sweet snacks too. Sometimes I feel tired so I have candy and snacks. My mom says I don't get enough nutrients. تمام. برضو من الحاجات الصحية اللي احنا لازم نعملها ونعرفها. I do exercise every day. I play football or go swimming. I like cycling too. I am always in a good mood after I do exercise. تمام، لأن الاكسرسايز بتخليه في الجود مود. في الباد choices أو الاختيارات الخطأ.
I like school, but I sometimes worry because I have arguments with my friends. Then I feel angry and sad. I don't tell anyone. I play video games and try to forget about it. طبعا ده غلط لأن هو بيضيع وقته وبيضر صحته. I sometimes stay up late on a school night because I like watching TV and playing video games. In the morning I feel tired and cross. تمام. هنا طبعا عندنا ده homework. وده homework. ونروح لليسون 6 مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا فيها الفونكس او الصوتيات هنقراها معاكم مع بعض. طبعا اللونج او او اللي هي لتر او لتر او او حرف الاو حرف الاو بيتنطقوا مع بعض كانهم حرف اليو دي اسمها لونج او او ودي اسمها اليو ساوند زي مثلا كلمه تول 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 وزي كلمه مود 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 وزي كلمه مون 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 وزي كلمة روم 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 وزي كلمة فود 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 وزي كلمة روت 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 وفي عندنا الشورت او 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 الاو او القصيرة ودي بتنطق بسرعة ما بتمنطولش فيها زي كلمة بوك وزي كلمة وود وزي كلمة فوت وزي كلمة كوك وزي كلمة جود جود أو جيد طبعا هنا في كويز على الفونكس على الفونكس طبعا هنا في كويز على الفونكس ده هوم وورك طبعا هنا في اكسرسايز في اكتيفيتي جميل قوي ده هوم وورك هوم وورك هوم وورك ونروح لاخر جزء في يونت 2 وهو ليسون 7 وليسون 8 هناخدهم دلوقتي وبكده نكون خلصنا يونت 2 مع بعض فهنا بيقول لنا digestion digestion او عمليه الهضم digestion digestion أو عملية الهضم. فهنا بيقول لنا mouth فم teeth أسنان jaw فك tongue tongue يعني لسان stomach stomach يعني معدة. طبعا الكلمات دي مهمة أوي إن إحنا لازم نحفظها حفظ. وهنا بيقول لنا في بعض الكلمات لازم نعرفها مع بعض زي skin جلد dirt قذارة germs germs يعني جراثيم cool cool يعني بارد منعش weather weather يعني طقس warm warm يعني دافئ energy energy يعني طاقة nutrients nutrients يعني عناصر غذائية stomach ache stomach acid يعني stomach acid stomach acid يعني عصارة معدية layers layers يعني طبقات salva salva يعني اللعاب اللي هي اللعاب اللي بيبقى في بقنا ده اسمه salva sunscreen sunscreen كريم واقي من الشمس top top يعني قمة middle middle يعني منتصف وbottom bottom يعني قاع الكلمات دي حفظ وهمة جدا ان احنا نحفظها في عندنا هنا كمان التصريف الأفعال regular verbs عندنا هنا damage damage يعني دمر damage damaged damage damaged يعني دمر swallow swallow يبتلع swallowed swallowed يعني ابتلع absorb absorb يعني يمتص absorbed absorbed يعني امتص change change يعني غير changed changed يعني غير call call يعني يسمي يدعي called يدعى called called يعني يسمى او سمي يعني سمي protect protect يحمي
protected حمى has وhave يملك لديه had ملكة break يكسر broke كسر. وعندنا طبعا important expressions and prepositions أو تعبيرات وحروف جر هامة. look after يعني اعتني بي، look after يعني اعتني بي، break down يعني يكسر أو break down يعني يحلل، get rid of يعني يتخلص من، get rid of، get a sunburn، a sunburn يعني يصاب بحروق من الشمس، wear sunscreen، wear sunscreen يعني يضع واقي من أشعة الشمس. وهنا بيقول لنا look read and identify، look انظر read اقرأ and identify يعني وتعرف على، our skin، our skin جلدنا، وهنا بيوري لك الجلد بتاعنا طبقاته شكلها عامل ازاي. طبعا دي اسمها top layer او الطبقة العليا، middle layer الطبقة الوسطى، bottom layer، bottom layer الطبقة السفلى، bottom layer الطبقة السفلى. our skin جلدنا is the largest organ in our body، هو أكبر عضو في جسمنا، and it's very important، وهو مهم جدا. it protects us أو بيحمينا from the sun من الشمس، as well as أيضا كما أنه أيضا from dirt من القذرات and germs والجراثيم، يبقى هو بيحمينا من أشعة الشمس والdirt والgerms كمان. it keeps you cool أو بيخليك جسمك بارد in hot weather في الطقس الحار and warm ودافئ in cold weather في الطقس البارد، يعني هو في الطقس الحار بيخليك بارد، في الطقس البارد بيخليك حاسس بالدفء. we need to look after our skin، احنا محتاجين ان احنا نعتني بجلدنا، to keep it healthy علشان نحافظ عليه صحي. our skin has got lot of layers، our skin بيتكون من العديد من الطبقات. هنا طبعا بيكلمنا عن layers بتاعت السكن بتاعنا، فبيقول لنا هنا التوب layer او الطبقة العليا this is strong water can't get through it، هي قوية والمية ما تقدرش تعدي منها. الميدل layer أو الطبقة المتوسطة الطبقة الوسطى يعني we can feel hot and cold things here، إحنا بنحس بالحاجات السخنة والساقعة هنا. this has got blood vessels، هي فيها أوعية دموية. والbottom layer أو الطبقة السفلية this attached your skin to your bones، دي بيتوصل جلدك بعظمك and muscles وعضلاتك. فبيقول لك هنا the sun can damage our skin، الشمس ممكن تتلف وتدمر جلدنا. we can get sunburn، احنا ممكن يحصل لنا حروق في الجلد بسبب الشمس. it is important to wear sunscreen، من المهم ان احنا نحط sunscreen او واقي من اشعة الشمس to protect our skin علشان نحمي جلدنا. do you wear sunscreen، هل انت بتحط sunscreen؟ وبيسألك يعني في الاخر. بعدين بيكلمنا هنا عن الـ digestion أو عملية الهضم، فبيقول لك هنا digestion أو عملية الهضم we know it is important to eat healthy food but do you know what happens to food after you eat it when we swallow when we swallow يعني احنا عندما لم ان احنا بنبلع food food it goes to our stomach. 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 بتروح لمعدتنا stomach. we get energy and nutrients from the food we eat, but our bodies have to change the food so it can use it. it has to break down the food before it can absorb يعني لازم تبريك داون تحلله الطعام ده قبل ما تمتصه. absorb يعني يمتص. we chew يعني احنا بننضغ food in our mouth
ماوثس في أفواهنا، يعني في أفواهنا. Using our teeth, tongue and jaw, we need saliva. Saliva يعني اللعاب. Saliva to help us do this. Do this. بنحتاج اللعاب عشان يساعدنا إن إحنا ننضغه. This is a liquid made in our mouth. السالفة دي سائل بيتعمل في بقنا. Then we swallow the food. Muscles help to push it down to our stomach. When the food is in our stomach, another special liquid called stomach acid. Acid. Stomach acid يعني الحمض بتاع المعدة. Breaks down the food. بيحلل الطعام ده. This is called digestion. Now the body can absorb the nutrients it needs from the food and get rid of the. Get rid يعني يتخلص من. Of the things it doesn't need. تمام كده. ده ال digestion أو الهضم. بيوريك هنا ال digestive system أو الجهاز الهضمي بتاعك من أول الماوث والتيف والتانج والجو والستومك. بيوريك هو شكله عامل ازاي. بعد كده عندنا هوم وورك. وبكده نكون خلصنا يونت 2. ان شاء الله المرة الجاية هناخد يونت 3 مع بعض. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.